أهلا بكم. رانا في فيها بركة. رميسة فيان دو مبوزي لا كيستيون كي واش رايحين نطيبوا رانا حايرين. أنايا دايما كي يقرب رمضان الناس كامل يروحوا يقضيو ويعمروا، أنايا ندير لا ليست تاع تو لي بلا اللي نطيبهم تحت شهر كامل. كوم سا باسكو هذيك الحيرة تاع واش راح نطيب وما عنديش هذيك وهذاك ما يحبش هذيك وهذاك ما يحبش هذيك، أنا ما نحبهاش بزاف. سكيفي نلصقها في الفريغو تاعي في الباب لاصقة. اليوم عندي تال شوز، غدوة عندي تال شوز، جو سوي ترانكيل. إذنك لليوم حضرنا لكم، هي تحب بزاف لي فولوفون رميسة، أنا قالت لي باللي تحب لي فولوفون، جو مسو دي لازم نخص لها نهار لي فولوفون، دونك رايحين نديرو دي فولوفون. لي فولوفون واش لازمهم؟ لازمهم شوية بولي، شوية بطاطا، شوية زرودية، شوية زيتون، وشوية شامبينيون. ولي فولوفون شحال يحبوا الرند، هاو ديك جبنا الرند اليوم، ويحبوا بزاف لا نواد موسكات. دونك نديرو لاصوص تاعنا تاع لي فولوفون، لي فولوفون هم واجدين، ونحطوهم في الفوق باش يغراتين. لونطري تاعنا وشنو هي؟ لي بوافغون روج. اسكو تعرفي وشنو هما لي بوافغون روج؟ لا ما تعرفيهمش. ولي بوافغون فيغ خضره في الخضر لا فهم سما ما زعما في شي. اسكو هذا وهذاك نفس العائله النباتيه؟ اسكو سي لو ميم فروي سي كوا؟ اه هما كيف 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 كيف. وشنو وعلى هذا احمر؟ برك عندهم لا كولور مختلفه بصح ما عرفاش علاش. باش فيل تو دير بوركوا. الوغ عندنا بالنسبه للبوافغون ولا الطرشي عندنا يكون خضر مازال ما اي ني با مور اي لي فير، وكل ما تزيد لا ماتوريتي تاعو يولي طايب يحمر يصفر ومن بعد يحمر. دونك هذوك الاخضر والاصفر والاحمر سي نفس النبات ولكن تغير اللون تاعو حسب لا ماتوريتي تاعو. دونك حنا حبينا ناخذوه مور احمر، راح نديروا به ان كافيار. كافيار ماشي لو فري كافيار، دونك اون دي كافيار دوبرجين، اون دي كافيار دو بوافرون. دونك راح نديروا ان كافيار، حاجه سهله اون 5-5 ديروا هاد الشلاطه وراح ندوقوها وتجيكم فريمون بنينه باسكو الفلفل الاحمر عنده ان كو متميز. وباش نختموا السهره تاعنا راح نديروا ان لي دو بول. سي كوا لو لي دو بول؟ سي حليب نديرو له بزاف لافاني باسكو يحب لافاني، ونديرو له شويه سكر اللي يحب السكر، ونديرو له صفار بيض ميكسيوه معاه. سي اون كرياسيون انجليز هذا لو لي دو بول، ويديروه يقدروا يشربوه بطريقتين، يا بارد دونك غلاسي باش نسهروا ولا، ولا في الشتاء كيكون الانسان غريبي ولا عنده ان روم يشربوه سخون، وهنا يساعد الانسان باش يتغلب على المرض. ننطلقوا جيبي لي الزيت نبداو. هادي ما في دونك حطوا الزيت تاعنا حوالي شحال؟ ابيبريكي انا اون جينيرال 3 كويير ا سوب با بلوس، مي غير هكا بالصبه. وفي عطيني هذه، وهنايا نحطوا لو بولي تاعنا. لي فولوفون يجيو بيان بالبولي، دونك تقدروا ديروهم بالبلون وتقدروا ديروهم بالفخط كيما تحب الحاجه اللي تحبوها انتوما. فوالا راني قطعتهم اون بوتي دي لو بولي تاعنا باش يزرب يطيب لنا. فوالا اون ليس كاراميليزي اي نحطوا لي زيبيس. لي فولوفون ما يحبوش ترو ديبيس، دونك نحطوا الملح ونحطوا غير فلفل الكحل، ما كتروش غير شويه فلفل الكحل. فوالا نحطوا ثوم هكا كامل. فوالا انا حطيت 3 تومات كاملين، ونقليو القدره تاعنا بيان. سخني الماء وراس بنتي. فوالا فوالا خليو الماء تاعنا يسخن. فوالا لي فولفون نديروهم دو كوتي باسكو نديروهم نسحقوهم تو تالا. فوالا حطوهم هنايا باش تخليو لنا بلاصه دوكا. من بعد نبداو نحطو لي زيليمون تاعنا اللي رايحين نسحقوهم دوكا. نسحقوهم دوكا. فوالا عطيني طريف بابي امبتي صحيتي بلون دو ترافاي تاعنا نخليوه بروب. فوالا فوالا تقلى البولي تاعنا. واش نديرو؟ نجيبو الماء او سخن جو بونس.
بون انا نحط لي ليغوم نبدا بلي شامبينيون ونزيد لي زوليف ونزيد لا كاروت ونزيد البطاطا نديرو الماء تاعنا ونديرو الماء tu peux le faire هيا روح ديريه vas-y لازم نمرقوها ايه با ترو vas-y encore زيدي لازم يتكوفراو لي ليغوم vas-y ma chérie très bien زيد شويه سيب خلي دوقا نخليوه يطيب واش نديرو له باش نكوه قلنا نحطوا له للرند زوج وريقات رند فوالا ونحطوا لا نوا د ميسكاد اللي هي جوزة الطيب نجيبوا لا غاب فوالا وقلنا لا ديرنيير فوا لا نوا د ميسكاد ما لازمش نكثروا منها بوركوا عندها ان افي الوسينوجين كيف يقول دوخ شويه دوخ تحطوا غير شويه فوالا نحطوها هنا دونك لي فولوفون تاعنا المرقه تاعهم راهي طيب خليهم يطيبوا اي اون اي ترانكيل قبل الديسير ديالنا لا قبل الديسير نروحوا اعطيني الحطبه اللي يقطعوا عليها ما في الحطبه جو سي با وين راهي دوك نصيبوها راهي هنا ميرسي نجيبو موس parce qu'on va mixer mais لازم نقطعوه باه الميكسور يقدر عليه داكور voilà voilà هذا نحطو هنا نزيدو هذا ثلاثة حبات نديرو كامل هادو اللي درناهم على بالك سي تري بون و جو سوي سور اون تارتين دوقا ما يقعدش دونك اوتون نديرو شويه بزاف برك حبيت نسقسيك شاف وي ما زعما اللي ما عندوش هذا الاحمر يقدر يعوضو بالخضر بالاصفر كيما الحمايه سي تو مي هادي تجي شباب باسكو روج ونحطو له الحشاوي شوي وخضوره ايتو سا دون فوالا باسكو على بالك في رمضان نحبو الاطباق ناكلوهم بعينينا قبل ما ناكلوهم بفمنا دونك اوت والطبق تاعنا لو في الطنجره شحال زعما نحطوه حوالي شحال طيب كي طيب لنا البولي كي طيب لنا البولي سي بون فوالا كملنا فوالا هذه خلاص دوقا نحطوا الحشاوش معاه دوكا واش نستعملو الحشيش الحشيش لو الحشيش نشموه الحشيش هذاك هو هذا هو عرفتي اوكي نحطو له هاد الثوم قطعه رقيق نو با فورسيمون واش دينا لو ميكسور ما في هذايا شي الاخر نحيه لك ولا نخليه حليه هذا معدنوس فوالا حطينا معدنوس حطينا حشيش حطينا ثوم فوالا دونك هادو هادو ديال الكوتي
Voilà, donc on va les mixer. Et c'est tout. Mais on a le lait de poule les qu'on a ndiro. Donc rana wajdin, tna l'entrée tana. Tna ndikrokom بلي لونطري تاعنا البلا تاعنا راهو طيب سي لي فولوفون لا سوساي طيب لي فولوفون هم واجدين لونطري تاعنا انا بدينا فيها بصح دوك نكملوها دوكا نروحوا فاصل ونديروا لو ديسير تاعنا ولا لو جو تاعنا اللي هو وي الوغ قبل ما نروحوا فاصل نذكركم بالمقادير عندنا اللحم تاع الدجاج وكويس ولا بلان كل واحد واش يحب حطوها قليو هذاك البولي وديروا له فلفل كحل وملح سيتو شويه زيت الزيتون حطوا دي كوب تاع البطاطا تاع الزروديه شويه زيتون وشويه شامبينيون حطيهم ولي فولوفا يحبوا بزاف الرند دونك حطيت انا زوج وريقات رند وشويه تاع لا نوا دو موسكاد اللي هي جوست طيب غابي ونحطوا غير شويه باسكو قويه اي اون بلوس سي با بون الانسان يكثر منها مرقنا وراهو يغلي عندنا بالنسبه للونطري عندنا الفلفل الاحمر عندنا حشيش عندنا معدنوس وعندنا ثوم ومن بعد اون ميكس وندير لهم اون فينيغريت والبلا الاخير قلنا سي دو لي دو بول سي بيضه صفار بيضه دو لي اي دو لا فاني الوغ اللي عنده لا فاني ينقوس من الاحسن جو سي غاليه ولكن اللي عنده يستعملها هي احسن واللي ما عندوش لافاني اونغوس راهي اون سومون تري شير ومش مفقوده في الجزائر يقدر يستعمل لافاني ليكيد هذه القهوي وكي تعودوا عندكم لافاني اونغوس ايسيي كي تستعملوها هذيك لاكوس ما ترموهاش شللوها حطوها في بلاره ونشفوها وعمروا بالسكر وخليوها راح تعطيكم دو سكر فاني فوالا دونك نروحوا فاصل ونرجعوا باش نديروا معنا لو جو الاطباق تاعنا راهم يطيبوا دوكا نديروا لو جو لو لي دو بول ولا لو جو دو بول كو رايحين نخدموه الوغ لازمنا بيضه فوالا نحطوا الصفر في جهه والبياض في جهه علاش نديروا الصفر البيض ديروا الصفار باسكو سي دو لي دو بول لو بلان ميكسي دون دو جو سي با تري بون اون بريفير انفا لا ريسيت اي كوم سا سي اون ريسيت كريي اون انجلتير يا جو با 1920 او جون سي با الوغ نحطوا صفار البيض في الميكسور هذاك هذا با وي هذا نحطوه هنايا حطوا جيبيه لي من ما شيري فوالا نديروا هذا هكا باش يجينا هنا دونك انا نحط لك نرفدو لا فوالا حلي حطوا صفار البيض مي كوم صفار البيض انا ما نقدرش ناكلو هكذا ماشي طايب واش نديرو له نحطوا له الماء الحليب غليان فوالا نحطوا له كوم سا ميكس فازي ميكس ميكس فوالا باسكو كون نبطاو عليه الصفر راح يطيب بالحليب سخون وراح يولي لنا اون اومليت دون لو لي دونك انا فوالا زيدي اتون نحط لك السكر ونحطو دو كويير ا سوب دو سكر كامل دونك زوج مغارف تاع الماكله سكر فوالا وهذه سي حسب الذوق كل واحد واش يحب حطينا زوج فاس تو ميكس هكذا يا هكذاك جو بونس كو سي بون انت ادرى هاي قولي مليح هكذا يا تمام باش يذوب لنا السكر غير باش يذوب السكر فوالا دوكا نزيدو لافاني لافاني نحطو دو كويار ا كافي تبدل لا كولور شمي الريحه شمي شحال تحت بنينا واش الفلان ودوقا نزيدوا له الماء الحليب اللي بارد باش نبردوه فوالا فازي تكوشي الفلان على فاني علي فازي ميكس انكور طلع قلقناكم بالحس مي سي با غراف علي اوكي
هذه ميكس. فوالا سي بون. دونك رانا عندنا 800 مليلتر، لازمنا نكملوا لو ليتر تاعنا باسكو القيم اللي حطينا تاع 1000 هنا نحطوا 1000 فوالا سوا 1000 فوالا اكملنا راح نقول لك نذوقوا زيدي شويه فوالا سي بون فوالا. دونك وجدنا لو ديسير ولا لو جو وجدنا كل شيء. واش دوك مازال نقطعوا شويه حشيش معدنوس بوغ نوتر سالاد فوالا. هذا شوفي جامي نرميو البياض البيض اللي تستحيو منه السفر نو جوتي جامي، حطوه في بلاره وكي يزيدوا غدوه ولا غدوه واحد اخر تزيدوا حطوه في بلاره متي غلقوها وحطوها في الكونجيلاتور نهار تسحقوا جبدوه ما يصرالو والو علميا يبقى ثابت في الكونجيلاتور وتقدروا تعاودوا تستعملوه. دونك يفوت جامي الانسان يرمي بياض البيض اللي يستعملو. الصفر ما يصبرش، الصفر ما يتجمدش، اما البياض فهو قادر يتجمد. فوالا جيبي ونحطها، جيبي حطها حبيبتي. الوغ نجيبو هادي باش نحول ونجيبو نحطو لي فولوفون تاعنا. نزيد لك نجيب لك لي فولوفون. اوكي وي تجيبي كلش. هاي ست في انتيا، انا قطعت على حشيش وانتي ست في هاكي. سيباريهم. سي با غراف ديري كيما حبيتي كيما جاتك في بالك حطيهم. احنا برك نزيدو هادو فوالا حشيشنا مقطع معدنوسنا مقطع هادو سي بوغ ديكوري لا سالاد تاعنا. نحطو انتيا روحي حطي هادو في الفوق ماشي هكا حبيبتي هكا سا سبي بلو جولي ماشي هكا سبي بخير روحي حطيهم في الفوق بالك تحرقي روحك داكوغ. انني وجدت الحشاوش تاعنا تاع لا ديكوراسيون مازالت لي حفصه برك نديرها ايونا فيني حطيهم لا فارين تاعي برك. حبيت نسقسيك طاطا وي مان شحال ندخلوه من درجه؟ شحال دائما شوفي تو لي بلا الاحسن اننا نطيبوهم على 180 درجه غير الحاجات اللي فيهم الخبز ولا هذوك لازمهم حراره شويه مرتفعه من الاحسن نطيبو ب 180 درجه. دونك انا نشمخ هذا بشويه حليب هذا اللي حليب اللي بقى لنا شويه هنايا باش نديرو في لاصوص تاع لي فولوفون باسكو لازم نختروها بشويه تاع لا فارين فوالا. دونك نزيدو له شويه ما ونصبوه في لاصوص تاعنا. نورمالمون البولي يكون طاب نشوفوه. يحرقك نو خذي رفدي بهذاك رفدي الا حابه تشوفي خاص شتي ريحه الرمد كيفاش يتبان فوالا تطلق خبي. لازمني صفايه هذيك صفايه هذا روحي حمري لي هذا بالماء جيبيه لي جسمي خاتا في خوالي
ماشي فوالا على بالك علاه يقدر يجي هي نورمالمون بارد احسن على بالك علاه نحط الماء باسكو كل ما حطش الماء ونحطو هنايا لا فارينه راح طيب راح دير لي دي غرومو دونك يفو ميو تكون ماوي فوالا هكا فوالا المغرفه اللي حطب وراه هي وحيتي بها حيتيها انت حطيتيها هي الوغ رانا برسك منا لي بلا تاع اليوم درنا لا سالاد تاعنا راهي واجده اللي ديجا ميكسي دوك اون لا ديكور برك فيها بوافرون روج مشوي ومقشر وون لا ميكسي مع شويه حشيش شويه معدنوس شويه ثوم زيت الزيتون فلفل وفلفل الكحل وملح سي تو هذه هي نوتر سالاد لو بلا تاعنا هو لي فولوفون ميسخنو في الفور عندنا لا صوص درناها شويه دجاج دي بيتي كوب تاع الدجاج درنا زروديه طوماط زروديه بطاطا قرعه نو ماشي قرعه واش درنا عادي تذكريني زروديه بطاطا شامبينيون اي اوليف هاني تفكرت هادو هما اللي درنا دونك زيتون كاروت اللي هي دونك زروديه بطاطا والشامبينيون حطيناهم يطيبوا مع دونك لو بولي ومن بعد زدنا لي فولوفون يحبوا بزاف الرند درنا زوج وريقات رند درنا شويه جوس طيب فلفل كحل وملح سي تو خليناهم يطيبوا كي طابوا كي قربوا يطيبوا درنا شويه فرينه شويه حليب اون ليزا ديلوي وحطينا باش نخترو لاصوص تاعنا ابخي سا درنا لو لي دو بول اللي هو دونك حليب بصفار بيض بشويه فاني وشويه سكر اون ميكس اون ليس روفرويدير ونتمتعوا به ولا حبينا نشربوه سخون في الانيفير نقدروا نشربوه سخون باسكو يقاوم الغيوم والامراض تاع الشتاء دونك نروحوا فاصل وكي نرجعوا راح نشوفوا الاطباق تاعنا دريسي وشابين جو ليسبر ويعجبوكم فوالا فوالا اطباقنا وجدوا تاع نهار اليوم نعاود نذكركم واش خدمنا خدمنا سلطه اللي سميوها كافيار والناس عم بهم كافيار الحقيقي نو كافيار دوبرجين كاين كافيار تاع البوافرون حنا درنا اليوم تاع الفلفل الطرشي الاحمر باسكو عنده انغو سبيسيال بارابور الطرشي الاخضر ونذكركم باللي الطرشي الاحمر هو الطرشي الاخضر كي طاب لهنا دونك كافيار تاع البوافرون الاحمر حطينا له حشيش ومعدنوس حطينا له الثوم حطينا له فلفل كحل وملح و فوالا ولا ديكوراسيون خلينا شويه من هذاك الفلفل الحشيش والمعدنوس اللي حطيناه بالداخل يونا تو ميكسي يعني كل شيء دوزناه في الميكسور خلينا بور لا ديكوراسيون وحطينا بيان سور دو ميل دوليف زيت الزيتون اللي دائما هي حاضره في الاطباق تاعنا دوزيام بلا واش هو لي فولوفون مدام رميسة تحب لي فولوفون درناهم اليوم دونك ها هم لي فولوفون تاعنا لاصوص تاعهم نذكركم لي فولوفون تقدروا تكومونديوهم عند البولونجي كم تقدروا تشريوهم كل واحد ورايو في هذه خدمتهم في الدار صعيبه ما نساوش باللي لي فولوفون تقال باسكو لا بات فويتي فيها بزاف الزبده دونك لازم لاصوص تكون شويه خفيفه حنا خففناها حطيناها غير شويه زيت الزيتون حطينا فيها دي كوب تاع البطاطا تاع الزروديه شويه تاع الزيتون الاخضر وشويه تاع دي شامبينيون وطيبنا كلش وكيما قلت لكم توتالور لي فولوفون يحبوا بزاف الرند حطينا زوج ورقات رند وحطينا شويه كيلكو غابور تاع لا نوا دو موسكاد اللي هي جوز الطيب الثالث وصفه تاعنا تاع نهار اليوم هي لو لي دو بول لو لي دو بول اي اون كرياسيون انجليز يشربوها يا سخونه يا بارده كي تبرد حنا نديروها الصباح ونشربوها في الليل
ولا اللي يحب في الشتاء كيكون عنده ان غوم ولا يشربها سخونه سي تري بون باش تساعد على الانسان انه يبرى. لو لي دبول عنده مشكله هو اننا نحطوا فيه صفر بيض دونك ان ليتر تاع الحليب مع صفر بيض زوج مغارف السكر ولا ثلاثه حسب الذوق وشويه تاع لافاني. المشكل تاع الحليب دونك هذا لو لي دبول هو انه صفر البيض ما يطيبش. الوغ انا صبت له العفسه وني نغلي شويه حليب ونميكسيه مع الصفار الحليب غليان راح يطيب لي الصفار وبعد نكمل نحط الحليب الاخر جو ميكس لو تو. الحاجه الثانيه هو انه يحب بزاف لا فاني لا فغي تاع لا غوس ولا غوس غاليه ولكن هناك طرق اللي باش نقدروا يكون عندنا هذيك النكهه تاع لا فاني بلا فاني ليكيد هذيك المارون شري وحده دو بون كاليتي وماشي غاليه بزاف. دونك هادو هما الاطباق تاعنا تاع نهار اليوم. روميسا واش رايك فيهم؟ انا ما عندي ما نقول. انت عمرك ما قلت لك نهار قولي لي سي با بون معليش دوك نقول لك قولي بون هذيك واسمو الطبق ديالنا هذا كافيار دو بوافرون كافيار هذا الطبق ديالنا اللي راهو مزيان سورتو الدريساج ديالو بلي كولور فيغ وجيتو جيسبر غيكون بنين وعم بالي بلي حيكون بنين. بيان فيغ كي ندوق كي عم بالي عم بالي. واش ثاني عندنا لي فولوفون باينه. هادو ليك. لازم اليوم كيما العاده. وعندنا لو جو نستناو يبر مازال سخون. الديسير ديالنا نقدروا كيما قالت لك الشاف ديالنا نقدروا ناكلوه بارد نقدروا ناكلوه سخون. وشهية طيبة فوالا بقاو على خير نتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله وراح نحاولوا نديروا لكم حلقة متميزة ثاني بأطباق اللي تحبوها واللي ما تكلفكمش بزاف واللي ما راحش تضركم في صحتكم. صحة فطوركم والمرة الجاية إن شاء الله. صحة فطوركم.